نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي، وبما ان احنا بنتكلم عن احتفال طبعا عالمي مش بس محلي، العالم كله بيحتفل، قلنا ان احنا كمان نشوف كده يعني رسائل حب وتقدير للمرأة ونسلط الضوء كمان على انجازاتها في مختلف المجالات. نروح نشوف التقرير ده عن رسائل الجمهور للمرأة في اليوم العالمي ونرجع نكمل. بقول لها اولا كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانت طيبه لكل امهات مصر، وان شاء الله كده دايما يا رب المراه المصريه تبقى بخير وقادره. وانا عايزه اضيف جزئيه مهمه جدا والفت نظرها لتربيه ابنائها. يا ريت يا ريت يا ريت نركز في تربيه الابناء، لان ده المجتمع المستقبل، ده مستقبل مصر في الأولاد. أنا بوجه رسالة ليوم المرأة العالمي طبعا، إن أنا أقول لها إن الرياضة مفيدة جدا جدا، وياريت بلاش نتكاسل ونيجي الرياضة للجميع ومفتوحة لجميع الأعمار، وده نشاط بتقوي قلبها، بتظبط ضغطها، بتظبط الحالة النفسية بتاعتها، الضغوط اللي في الحياة دي بتطلعها طبعا من الضغوطات دي كلها. واجي لها يعني يا ريت تلتزمي معانا وتشرفينا وتنورينا، انها تفضل مستمره في النشاط الاجتماعي بتاعنا، وان الحمد لله الرئيس السيسي عمل كيان للمراه المصريه، فاتواجدت في كل اماكن، في اماكن القضاه، في اماكن الوزاره، في اماكن الشعب، فالحمد لله يعني المرأة المصرية بقت مشهورة دلوقتي وبقت زيها زي الراجل بالظبط. هو الحقيقة أنا شايفة دور المرأة أو أي ست في الرياضة هو الدور اللي هي بتعمله لنفسها. لو أي ست أو بنت قررت إن هي عايزة تبتدي تتعلم وتتمرن في نوع معين من الرياضة، فهي كده بتخلق لنفسها دور وبتخلق لنفسها فرصة، وفي نفس الوقت بتشجع غيرها إن هو يعمل زيها ويشوف هو نفسه يعمل إيه ويعمله بغض النظر عن أنا بنت أو ولد. والله المرأة في دور الرياضة يعني عملت إنجازات حلوة كتيرة، ويعني مشهود طبعا في ناس كتيرة يعني ليها مجالات قوية في الحتة دي. بالنسبة إن هي طبعا لابد إن هي يكون ليها برضو إن تدعيم عشان يبقى المجال ده يبقى أكثر يعني تقدم واكثر نشاط واكثر يوصل للعالميه. انا شايفه ان المراه موجوده، يعني موجوده، ما نقدرش نقول اللي هي مش موجوده على الارض الواقع. في طبعا حاجات كتير قوي ينقصها، ايه ينقصها اكتر؟ ان احنا دلوقتي في مجالات كتير قوي موجوده بس مش للمراه بشكل كبير، فاحنا مركزين على حاجات معينه، سواء كره قدم، سواء كده احنا عندنا ناس كتير في كره قدم على فكره، سيدات طالعين نشأ جديد، عندنا كرة الطائرة موجودة بشكل برضو كبير، بس الحاجات دي الضوء مش متسلط عليها بشكل زي مثلا كرة القدم، لا، فيه لو دورنا هنلاقي فيه نماذج كتير قوي.